من ده بقى لمشكلة شائعة جدا جدا، وخصوصا للناس اللي بيبقى عندهم شوية يعني ايه متابعين زيادة. والله اظن دلوقتي الناس كلها بقت بتتعرض ليها، وهي الناس اللي بتعمل لك مشاكل على السوشيال ميديا، وازاي تقدم بلاغ ضد شخص بيهددك على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا احنا عارفين ان في مشاكل كتير جدا ممكن تحصل بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، عشان كده اعلنت وزاره الداخليه في مصر انه تيسيرا على المواطنين بدات تشغيل المقر الجديد لتلقي بلاغات جرائم الانترنت، وبتتلقى من خلاله شكاوي المواطنين اللي بيتعرضوا لمشاكل على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بقى كان سب او قذف او تشهير او جرائم الاخرى الكتير، واللي بالحقيقه بتتنوع دلوقتي بنشوف فيها حاجات غريبه يعني. ويعني تقرر بقى نقل وحده تلقي بلاغات المواطنين المتعلقه بجرائم تقنيه المعلومات بالمنطقه المركزيه من المقر الحالي معهد التنميه البشريه للمقر الجديد بمبنى قطاع الامن الاقتصادي اللي موجود في منطقه العباسيه في القاهره. نتمنى فعلا ان الناس اللي بيحصل لها كده تاخد اجراءات حقيقيه وتروح تبلغ، على الاقل بتبقى عملت اللي عليها، لعل وعسى الدوله فعلا تاخد اجراء، بدل ما احنا الحقيقه بنشوف حاجات مؤسفه جدا. لان انا عارفه طبعا الموضوع مش سهل كده ومش بسيط، وخصوصا للناس اللي في المحافظات يعني شغلانه طويله عريضه. لكن في بعض المواقع بدات تعمل يعني بعض الحاجات الاجراءات اللي ممكن تخليك مثلا ايه اهو قدر المستطاع تحاول تحمي نفسك، زي مثلا انستجرام لما عمل امكانيه انه تعملي بلوك للشخص اللي بيضايقك ده، سواء هو الاكونت ده او من اي اكونت تاني يستخدمه من نفس الجهاز، فكده تضمني ان هو ايه مش هيوصل لك مثلا مره تانيه. البلاغات اللي بتتعمل اهو قدر المستطاع، بحيث ان احنا نقلل من جرائم السوشيال ميديا، سواء كانت بقى بالتحايل، بالنصب، انتحال الشخصيات، التزوير، الهاكر اللي ممكن يوصل لكل المعلومات اللي موجوده على التليفونات. ودايما بنركز وخصوصا مع البنات، ما تحطيش صور ولا تحطي فيديوهات ولا تحطي حاجه انت خايفه منها على تليفونك، لانه ممكن اي حد يوصل لاي حاجه موجوده على الجهاز بكل بساطه، وكل حاجه حتى لو اتمسحت ممكن تتجاب مره ثانيه. فخلوا بالكم وخصوصا البنات، وربنا يحفظ ويسلم الجميع. واي حد اتعرض لمشكله ياخد ضدها اجراء، عشان لو كل الناس سكتت المشكله هتتفاقم، مش هيحصل منها اي تطور، وبالتالي هتوصل لاكبر عدد ممكن. فخلينا ناخد الاجراءات بالعكس، وربنا يسلم الجميع يا رب. يا رب فعلا.